السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا مع بعض عجينة ديال واحد الفطائر رائعة جدا جدا، طرية هشة ولذيذة. ممكن تحملوا الحشوة اللي انتو تفضلوها، طبعا اي شيء موجود عندكم او تحبوا تحطوه في هذا الفطائر، تنفع الأيام العادية وخاصة رمضان على الأبواب، سهلة وسريعة. غادي نحتاجو في هاد الوصفة عندنا بياض بيضة، ملعقة كبيرة من خميرة الفورية، ملعقة صغيرة من الملح، اثنان ملاعق صغيرة من السكر. الكاس اللي كنعبرو به هو نفس اللي نقيس به كل المواد الباقية. عندنا كاس صغير من النشا وكاس صغير من الزيت وكأسان، يعني نفس الكأس من الحليب الدافئ. وعدنا الطحين تقريبا 5 كاسات. هنا غادي نذوبوا الخميرة الفورية والسكر مع الحليب الدافئ، طبعا غندوبها لغاية ما تتفاعل عندنا الخميرة. بما انها خميرة جافة طبعا لازم دائما ذوبوها قبل في مد يعني سائل دافي. اذا استعملتوا الخميرة الطرية طبعا غادي تخلطوا جميع المكونات مع بعض وتحطوا الحليب الدافئ على الخليط. وطريقة هاد العجينة رائعة جدا، يعني طعم وهشاشة لا توصف. هنا كنضيف باقي المكونات على الخميرة بعد ما تفاعلت، طبعا الزيت، النشا، الملح، وبياض البيضة، والطحين مثل ما قلت 5 كؤوس. وعادي نخلطوا العجينة، خلطوها جيدا وغادي نحصلوا على عجينة طرية طرية ورائعة. غادي نغطيوها نخليوها تتخمر واحد، يعني انا خليتها 30 دقيقة لانه الخميرة اللي كنستعملها في الشتاء دائما سريعة التخمير. من بعد ما تخمرت غادي نقطعها الى قطع صغيرة مثل ما كتشوفوا عندنا. واي حشوه موجوده عندكم، انا كان عندي جبن الفته، هنا عندي دجاج، يعني كنت استعملت لواحد الوصفه وحطيت معاه يعني دجاج مع الفطر مع الفلفل والبصل وحكيت عليه جبن. مهم اي حشوه موجوده عندكم تفضلوا تحطوها في الفطائر ديالكم وتشكلوها على حسب الشكل اللي انتم ما تحبوه. انا بالنسبه لي هذا الشكل يعني كان سريع الصراحه وكيعجب الوليدات الصراحة، كياخدوهم معاهم المدارس. هذا شكل باغيت، كنبسطو العجينة بهذا الشكل العادي ونحطو الحشوة اللي بين اي نوع جبن طبعا اللي كتفضلوه نتوما، يعني او موجود عندكم في البيت. ممكن خضر، حشوة الخضر. الى بقيت ان شاء الله تابعتوا معايا الفيديوهات القادمة ان شاء الله، وغادي نحضروا مع بعض فطائر باشكال مختلفة حشوات مختلفة ان شاء الله، اكيد غادي تعجبكم. وطبعا في شهر رمضان الفطائر تكون موجودة بقوة على طاولة رمضان. صراحة انا كتعجبني فطائر مع اي نوع من الشوربة تكون صحية، وجبة يعني عملية وطيبة صراحة ولذيذة. كنكملوا باقي العملية لباقي العجينة. طبعا غادي نحضر جوج ديال الاشكال باش نميز ما بين الفطيرة المحشوة بالجبن والفطيرة المحشوة بالدجاج. انا مثلا يعني بنتي تفضل الدجاج، يعني الدجاج ابني عملت له الجبن، يعني كتشكلوا بهذه الطريقة وفي نفس الوقت ياخدوهم معهم للمدارس وترتاحوا يعني واحد المدة، يعني خاصة الأطفال اللي كيكون الغداء ديالهم في المدارس. ممكن تعملوا الحشوة بالتونة كما قلت بالخضار. هذا شكل سريع يعني وعملي صراحة، سهلة وسريعة ما كتاخدش وقت كتير. اهم شيء انه تكون العجينة ناجحة، وهذه العجينة صدقوني طرية ولذيذة جدا. ممكن حتى مع الجبن تحطوا زعتر،
يعني تنسموه بأي نوع من الأعشاب اللي تفضلوها طبعا. ممكن حتى سبانخ إذا عندكم سبانخ مع البصل طبعا، يعني نحط البصل على النار ونحمره، يعني مش نحمره يعني يدبل البصل، بعد نضيفه السبانخ وقليل من الملح، ممكن فلفل أسود، ممكن تضيفوا النعناع، يعني ممكن رشة من الليمون طبعا، وتحملوها كحشوة. هنا غادي نحضروا واحد الشكل آخر. طبعا تشكيل العجينة يرجع لكم، وإن شاء الله عندنا أفكار كثيرة يعني لتشكيل الفطائر إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. كنت مثل ما قلت كانت عندي حشوة يعني استعملتها قبل بيوم في واحد الوصفة، وبقى عندي شوية وغادي نستعملها في هذه الفطائر. يعني أهم شيء أنه نتأكدوا أن كل يعني مغلقة جدا، كل المنافذ مغلقة باش ما تخرجناش الحشوة على برا وتنفتح العجينة ويصير شكلها يعني ليس جميل. ونكملوا باقي العملية لباقي العجينة حتى تكمل الحشوة. أنا هاد العجينة أعطتني صينيتين من الفطائر، يعني كمية يعني جيدة. ونحطهم طبعا في صينية مدهونة أو تكون مغلفة بورق يعني اللي كندخله للفرن. بعد ما نشكلوا الفطائر كلها كنخليوها ترتاح واحد يعني مدة قليلة، يعني ليس كثير، ممكن ربع ساعة فقط طبعا على حسب حرارة الجو. احنا عندنا الجو يعني دافئ بارد يعني برا، لكن دافئ في البيت. وانا كنستعمل هناك نوع من الخميرة يكون سريع يعني التخمير، كي يعجبني نستعمل هذا النوع من الخميرة في الشتاء كي يساعد يعني العجينة بشكل جميل صراحة. هذه العجينة ممكن على فكرة تستعملوها كعجينة للبيتزا أيضا، غادي تعجبكم أكيد. يعني ممكن بعجينة واحدة تشكلوا يعني أشكال وأفكار مختلفة. بعد ما نكملوا يعني تشكيل باقي الفطائر، يعني نحطوها في واحد الصينية مغلفة بهذا الورق ولا بالزيت، غادي ندهنوها بصفار البيضة اللي بقالنا من البياض اللي استعملناه في العجينة. صفار البيضة ضفت له قليل من الخل والحليب، وكدهنوا به العجينة. تحطوها في الفرن حار طبعا مسبقا، تنضج من تحت ثم تحمروها من فوق بدرجة التحمير اللي تبغيوها. انا ديال الجبن كنحمرهم جيدا لان ابني يبغيهم بهذه الطريقة. صدقوني يعني عجينة رائعة ولذيذة، وتقدروا تستعملوها كأساس لفطائر كثيرة والحشوات المختلفة اللي تفضلوها. إلا بغيتوا أفكار ووصفات أخرى إن شاء الله اشتركوا عندي في القناة وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات ديالي، ولايك طبعا إذا عجبكم الفيديو. ونخليكم في أمان الله إن شاء الله، نلتقي في فيديو آخر. إلى اللقاء.